السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ رجع لكم فيديو جديد، الفيديو الرابع من سلسلة تعلم المونتاج عن طريق الموبايل فقط وعن طريق تطبيق كاب كات. إذا كنت عم تشاهد هذا الفيديو جديد، قائمة التشغيل راح تكون بالوسط لتتابع السلسلة من أول. فيديو اليوم راح نحكي إنه كيف فينك تثبت الصورة أو الزوم على وجهك أو على جسمك وين ما تحركت إنه بتتحرك الكاميرا معك. تابع معنا الفيديو بالأخير، اشترك بالقناة إذا كنت جديد، أعطينا لايك وأعطينا الأنتر. بعد ما حددنا الفيديو من خلال تطبيق كاب كات، رح نعطي تكبير بسيط للفيديو، بعدين رح نروح على خيار تثبيت اللي موجود تحت. رح يظهر لنا ثلاث خيارات، اما الوجه او الجسم او الكف اليدين. تختار الخيار اللي بدك اياه. هلا احنا اخترنا اليدين وعم نستنى لبين التطبيق ما يخلص عملية التثبيت. وبعد ما خلص التطبيق عملية التثبيت رح شغل الفيديو، ومثل ما انكم شايفين الكاميرا عم تتحرك مع حركة الإيد، مع أنه الكاميرا بالفيديو الأصلي ثابت.